اسمي عبد الرحمن خالد دار البرميل، انا خريج هندسه اجهزه طبيه جامعه بوليتكنيك فلسطين، عمري 24 سنه. احنا كطلاب في كليه الهندسه يتطلب منا كمتطلب تخرج للجامعه بانه نقدم فكره على اساس نتخرج من الجامعه. فاجت الفكره كفريق عمل للمشروع، احنا انا وزملائي، بانه من يبصر وضع المكفوفين في الشارع يرى بأن هذه الفئة لا زالت تعاني من مشكلة في تنقلها، وأن هذه الفئة بحاجة إلى حل فعال يخرجها من ظلام هذه المشكلة. من هنا أجت الفكرة وأجى الحافز بأنه إحنا نبتكر مشروع يساعد المكفوفين في التحرك بحرية وبدون أي مشكلة وبدون أي عائق طبيعي. المشروع عبارة عن سطرة تقوم بتوجيه المكفوف خلال الثلاث اتجاهات، الأمام واليمين واليسار. مثل ما احنا شايفين تتم عملية توجيه من خلال مجموعة من الحساسات تم وضعها على الفيست في الأمام واليمين واليسار، بالإضافة للحساس الأرضي. يتم التوجيه من خلال سماعات الأذن يرتديها المكفوف، تقوم بتوجيه من خلال أوامر صوتية وباللغة العربية. طبعا سيتم إتاحة مزيد من اللغات في حال تم تطوير المشروع. يتم التحكم في الفيست من خلال ساعة يرتديها المكفوف. هذه الساعة توفر له عدة خيارات مثل تشغيل وإيقاف إيقاف تشغيل الفيست، بالإضافة إلى التحكم في مشغل الملفات الصوتية على الفيست. تم فصل جميع المكونات الإلكترونية للفيست عن جسم المكفوف، جميع التوصيلات الخارجية الأسلاك داخل الفيست وهي بعيدة عن جسم المكفوف. طبعاً تحتوي هذه الجيبة على جميع المكونات الإلكترونية للمشروع، من ضمنها المتحكم الدقيق الذي يقوم بعملية المعالجة أبعاد العائق عن المكفوف، ومن ثم يتم إصدار أوامر صوتية إلى السماعات. هذا شعار المشروع يرمز إلى اختصار أحرف ترمز إلى اختصار اسم المشروع، Smart Assist System for Blind People، نظام المساعدة الذكي للمكفوفين. أهلا وسهلا بك في نظام المساعدة الذكي للمكفوفين، يرجى الانتظار لحين إعداد النظام. كيف حصلنا على إيداع براءة الاختراع؟ شاركنا في رحلة أقامها أو عدلها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بعنوان رحلة إبداع فلسطينية. شارك فيها عدة مبتكرين وفنانين فلسطينيين. قمنا في خلال هذه الرحلة بالحصول على إيداع براءة اختراع أردنية. فريق عمل المشروع مكون من المهندس أحمد فرارجة والمهندس أحمد التميمي وطبعاً أنا. المشروع تم تحت إشراف عميد كلية الهندسة الدكتور رمزي القواسمي. شكراً لصبرك. النظام يعمل الآن. المشروع شارك في عدة مسابقات عالمية ومحلية، كان أهمها مسابقة مايكروسوفت إيماجين كاب، حقق المركز الأول على مستوى فلسطين وحظي بتمثيل فلسطين في دولة البحرين. أيضا المشروع شارك في مسابقة ستيب تيمبوس أيدر بزنس بلان التي أقامها الاتحاد الأوروبي بتعاون مع الجامعات الفلسطينية، وحصل المركز الأول على مستوى فلسطين. وتم تكريم المشروع من قبل سيادة الرئيس في الملتقى الأول للمبدعين الذي نظمه المجلس الأعلى للإبداع والتميز، وأيضاً تم تمويله ودعمه من قبل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. لاحقاً بعد تطوير المشروع أو خلال فترة تطوير المشروع حظي على دعم المجلس الأعلى للإبداع والتميز، والذي أيضاً قام مشكوراً بدعم المشروع دعماً مادياً ومعنوياً. يتمنى لك النظام يوماً جميلاً. طموح
طموحي كشاب فلسطيني، طبعا طموح الشباب الفلسطيني عموما يختلف عن الشباب في العالم. فأنا الشباب الفلسطيني يمتلك قضية ويحب أن يظهر قضيته بطريقة معينة، وأنا كشاب فلسطيني أحب أن نظهر قدرة الشباب الفلسطيني على الإبداع والابتكار. اتجه يميناً. احذر، أمامك عائق قريب، اتجه يميناً. بإمكانك التوجه إلى اليمين أو إلى اليسار. احذر، أمامك عائق قريب، اتجه يساراً.